كيف نفرح بالعتيق، إن فرح الميلاد ليس فرح الزينة والشجرة الميلاد والملابس الجديدة أو الأكل أو أي شيء من هذه المظاهر، لكن فرحة الميلاد هي فرحة السماء التي أعلنت على الأرض، إن المخلص قد ولد، إن عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا هو قد جاء إلى أرضنا، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. الكلمة كان عند الله وكان الكلمة صار جسدا ونحن صرنا أبناء الله. الكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله والكلمة صار عند الله. لا تخافي يا مريم نلتي نعمة عند الله. قدرة العلي تظللك والقدوس المولود منك يدعى ابن الله. الكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله والكلمة صار جسدا ونحن صرنا أبناء الله. أنا أمة بين النساء مباركة ثمرة بطنك. مباركة أنت بين النساء مباركة ثمرة بطنك. الكلمة كان عند الله وكان ونحن صرنا أبناء الله.
الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل، وهو رأس الجسد الكنيسة، الذي هو البداء بكر من الأموات لكي يكون هو متقدما في كل شيء، لأن فيه أي في المسيح سر أن يحل كل المل، أن يحل في المسيح وأن يصالح به الكل لنفسه، عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته، سواء كان ما على الأرض أو ما في السماوات. وأنتم الذين كنتم قبلا أجنبيين وأعداء في الفكر في الأعمال الشريرة، قد صالحكم الآن في جسم بشريته، في جسم بشريته، في جسم الكلمة الذي صار جسدا وحل بيننا، ليحضركم قديسين وبلا لوم ولا شكوى أمامه. ميلادك ربي أنا لي
مش قصة وخلاص، بثني لك ربي أنا ليا خلاص، مش قصة وخلاص.
ومنين ما بروح الآب، كان مالي الكون بحاله جوا البزوات مولود. يا يسوع أبدي وأزلي كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه أخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. إن المسيح لم يصير الله، لكن الله ظهر في صورة إنسان صائرا في شبه الإنسان. عشان كده هنقف مع بعض وهنمجد هذا الإله، لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا، ابن وحيد، هو الابن الوحيد، وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها. مين هو ده؟ مين هو ده؟ إلها قديرا، أبا أبديا، رئيس السلام. ما فيش غيره. من هو المسيح؟ خلونا نقف مع بعض ونقول له ليك المجد يا فدينا، اتجسدت وجيت لينا. فيك الأمن والنعم، فيك الحب والنعم.
دايما دور الأب غايب، دور الابن واضح قوي. إبراهيم وهو رايح يقدم ابنه وحيده الذي يحبه، يقول كده الكتاب، سألوا إسحاق أين الخروف للمحرقة؟ الحطب موجود والنار موجود، لكن أين الخروف للمحرقة؟ رد عليه إبراهيم وقال له الله يرى. يرى إيه؟ يرى إيه؟ لا، يرى له. له له وله دي هي اللي فيها السر كله. الذبيحة لمين؟ للآب. الله يرى له. الذبيحة مقدمة للآب عشان يكمل الوصية اللي هو نفسه وضحها، بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. وهو يعلم تماما أن لا دم لعجول ولا تيوس يكفي لإتمام الوصية، لكن دم كريم كما من حمل بلا عيب، دم ابنه وحيده الذي هو في حضنه. طب يا رب انت عارف وضعت الوصية دي وعارف ان انت هتضحي بابنك، طب اتنازل عن الوصية؟ لا يمكن. السماوات والأرض تزولان ولكن كلمة من كلامي لا يزول. أنا بس خليت إبراهيم يستنى 25 سنة عشان أوري له غلاوة الابن، مش بس عشان أوري له قد إيه إن أنا لا يعصر علي شيء، لا يستحيل على الله شيء، لكن قد إيه هو غالي. وبعد ما طرد هاجر وإسماعيل قال له ابنك وحيدك عشان أنت ما عندكش غيره دلوقتي، وحيدك الذي تحبه، عشان تعرف غلاوة الابن عندي. يبقى رب تنزل عننا، ما تضحيش بالابن. الوصية عشاننا وعشانك. انت مش هتقدر تتنازل على الوصية، اتنازل عننا احنا. الخروف ليك انت، اتنازل عننا احنا. لا، انتوا مش عارفين انتوا مين. ده ابراهيم وضع الحطب على اسحاق. انا اللي وضعت اثم جميعكم على الابن، انا اللي مصرتي ان انا اسحقه، انا اللي سحقته، انا اللي سحقت. سر بان يسحقه بالحزن، دي مصرتك يا رب. عشان مين؟ انت تعلم احنا تراب والى تراب نعود. انت قلت كده لادم، انت عارف كده، يعلم جبلتنا انها ساقطه، لكن مصرتي ان انا اسحقه، لان انتوا عروسه، انتوا جسده، انتوا اخواته. هو يكون بكرا بين اخوه كثيرين. للدرجات دي يا رب بتحبنا. انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. يا طفل بيت لاح
يبدو أن الترنيمة بتتعاد مرة تاني أنها حلوة، فصدى الصوت بتاع الترنيمة جميل. الميلاد الحقيقة كان مخفى عن ناس كتير لأن الموضوع ما كانش يتصدق بالعقل، لكن كان عايز عيون الإيمان اللي تشوف المستور. فأشعياء 53 بيقول: مسطر وكمسطر عنه وجوهنا، كان منظره كذا مفسدا أكثر من الرجل. من صدق؟ مين اللي يصدق؟ من صدق خبرنا؟ ولمن استعلنت ذراع الرب؟ كان محتقر ومخزول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمسطر عنه وجوهنا محتقر، فلم نعتد به، محدش أعطاله اعتبار، محدش فتح له البيت، محدش أعطاله السجود غير اللي أعلن ليهم، غير اللي اتفتحت عينيهم عشان يشوفوا المجد اللي المسيح. المجد الإلهي أخفي وراء حجاب اسمه النسوت، لكن يوم وهيجي يوم قريب جدا هيعلن مجد الرب، وهيعلن حقيقة هذا الإله اللي جه في صورة إنسان، أخذ هذه الصورة صائرا في شبه الناس، وأخلى نفسه أخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. لكن هيجي اليوم القريب جدا اللي بيقول عنه في فيلبي 2 وعدد 8: صائرا في شبه الناس وضع نفسه وأعطاه حتى الموت، موت الصليب، لذلك رفعه الله وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكثو باسم يسوع كل ركبة، ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. اليوم ده قريب جدا اللي هنشوف فيه جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده، من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة. يمكن الناس القريبة والناس اللي في الكنائس يمكن مش هيبقوا ممكن موجودين، لكن الناس البعاد، المجوس اللي من ناس من حتة بعيدة شافوا النجم صدقوا وراحوا، والناس اللي هم موجودين في بيت لحم، الموجودين في أورشليم اللي عندهم المواعيد، هيرودس وكل الجموع اضطربت لما جه المسيح، لم يصدقوا واضطربوا، لكن هناك من بعيد أتى المجوس، رأوا نجمه في المشرق فصدقوا هذا النجم وذهبوا لكي يسجدوا له. ما كانش تقديم الهدايا الأول، لكن كان السجود هو اللي كان في قلبهم، وبعد السجود بيطلع الهدايا، بيطلع المخزون، بيطلع أغلى ما في القلب يقدم للمسيح بعد السجود. تعالوا النهاردة نيجي ونقول له: ليعلو اسمك فوق الكل، ليعلو اسمك يسوع من مشرق الشمس إلى مغربها، اسم الرب إلهنا مسبح. ليعلو اسمك فوق الكل،
نفسي نقف مع بعض ونختم في وسط عبادتنا واحنا بنقول له فعلا يا رب انت مستحق ان تاخذ المجد وحدك والكرامه والسجود والتسبيح ايها الرب سيدنا، لانك ذبحت واشتريتنا من كل قبيله وشعب ولسان. يا رب انت مستحق ان تحنى لك الجباه وان نسجد لك السجود الحقيقي. المجوس ما سجدوش لهيرودس مع انه ملك، لكن راحوا سجدوا للملك الحقيقي لانهم عينيهم اتفتحت وعرفوا مين هو الملك اللي يستحق السجود. نفسي نقف مع بعض نقول له لك نرفع ذبيحة الحمد، نسبحك بطيبة القلب، أنت نشيدنا بهجة قلوبنا ونبع سرا، نعيد لك. هو ده العيد الحقيقي، إن احنا نعيد بالسجود الحقيقي، نحتفل بك اشتياقنا إلى يا إله تسبيحنا. ذبيحة الحمد نسبحك بطيبات القلب، أنت نشيدنا بهجة قلوبنا ونبع سرورنا، نعيد لك نحتفل بك لك اشتياقنا يا إله تسبيحنا، نعيد لك نحتفل بك أنت فرحاتنا بالحمد نبتهج بك، أنت جليس وسط تسبيحنا تغمر بمجدك حياتنا، عزنا بك يا إلهنا ما أبهج حضورنا، نعيد لك بك لك اشتياقنا يا إله تسبيحنا، نعيد لك نحتفل بك أنت فرحاتنا بالحمد نبتهج بك، نحن نعلن أيضا قوتك نشهد ما أغيب أعمالك صانعا عجائبا، نعيد لك نحتفل بك لك اشتياقنا يا إله تسبيحنا، نعيد لك نحتفل بك أنت فرحاتنا بالحمد نبتهج بك.